وفاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفترة الرئاسية الثانية على منافسته ماري لوبين، وقد أثارت التوقعات المبكرة حصول ماكرون على ما بين 57.6% و58.2% من الأصوات. يأتي ذلك فيما أفادت وكالة رويترز باعتراف ماري لوبين بهزيمتها في الانتخابات لصالح ماكرون. ونتابع الآن مشاهدينا صورا حية ومباشرة للاحتفالات الخاصة من العاصمة الفرنسية باريس عقب إعلان فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفترة رئاسية جديدة.